إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. أعتقد إن هو ده المثل اللي بيجسد اللي عملوه أطباء مستشفى الشفا، لأنهم هم ما تخلوش عن المرضى. بعض المهن هي رسالة إنسانية بالأساس، واللي بيختار إن هو يكون طبيب وفي الحكمة المصرية حكيم بيختار إن هو ينقذ حياة البشر، ويعرف كويس قوي قد إيه مهم وإنساني إننا ندي فرصة للإنسان إن هو يعيش يوم زيادة. إزاي بقى الطبيب لا يتخلى عن المرضى لمجرد إنهم عيانين، أو لمجرد إنهم مش هيقدروا يخرجوا من المستشفى، أو لمجرد إن المستشفى ممكن إنها تباد، وممكن إن هو بسهولة ينقذ حياتهم من القتل الوحشي والعشوائي ويتركهم اذهب إلى ربك فقاتلا لوحدكم. لكن هم أطباء مستشفى الشفاء اختاروا بشجاعة نادرة وتفاني إن هم يعيشوا أو يموتوا مع المرضى، اختاروا رسالتهم السامية. عشان كده بقى اللي حصل في لندن يا مفيدة البكاء، وإن الرسالة دي وصلت لهم، فعملوا رسالة رائعة وقوية جدا جدا عن موقف أطباء مستشفى الشفاء، واللي بيعبر عن كل الأطباء اللي موجودين في كل المستشفيات التي ما زالت حتى الآن تعمل، وعملوا مظاهرة أو وقفة سلمية. أنا عايزة أقول لكم إن أطباء مستشفى الشفاء بجد أبطال حقيقيين. رفضهم إنهم يتخلوا عن 150 طفل في الحضانة لا حول ليهم ولا قوة، هو ده اللي دفع امبارح المظاهرة في إنجلترا، وهي على فكرة مليونية حقيقية، كانوا بيحاولوا بقدر المستطاع إنهم يوقفوا المليونية دي، إنهم قفلوا كل تواصل محطات اللي ممكن يوصلوا بيها للسنترال بارك، وما قدروش فعلا يوقفوا الحجم الكبير ده. رجوعا لأطباء مستشفى الشفا، الأبطال دول لقوا ان 150 طفل اللي هيسيبوهم في الحضانات دول هيموتوا. ليه؟ لانقطاع الغاز، انقطاع البترول، انقطاع الكهرباء، الاكسجين مش متوفر عندهم، وهم اطفال لا حول ليهم ولا قوه. فقرروا ان على الاقل لو هيتم، او لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ربنا يديهم طول عمر، الاطفال دول كتب عليهم انهم يستشهدوا، فهم قرروا ان هم يكونوا جنبهم. طبعا الانسانيه الحقيقيه بتبان في المواقف الصعبه. خلينا نتخيل مع بعض، انت عارف ان انت ممكن تقصف في اي وقت، انت متأكد ان الناس اللي بيقصفوك ما عندهمش رحمة، ما عندهمش انسانية، ما عندهمش ضمير، فاكيد اكيد هيتم قصف المستشفى. ومع ذلك هم مقررين ان هم لو خلاص الموت موت، نموت جنب الاطفال الشهداء دول، لان لا حول ليهم ولا قوة. النهاردة اكتر من كم دكتور عملوا مطالبه، كان اكتر من 2900 طبيب امبارح في لندن مضوا على كتاب وجهوه للجمعيه الطبيه البريطانيه، بالاضافه الى اعضاء اخرين عملوا مطالبه بمزيد من العمل والدعم. ده معناه ايه؟ معناه ان في 2900 طبيب من انحاء العالم وخاصه من انجلترا طالبين انهم يتوجهوا فورا الى غزه لدعم هناك.